كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادي نعيم العبودي عن عمل الوزارة على ربط المخرجات من الجامعات العراقية بسوق العمل، مضيفا في تصريح صحفي من النجف الأشرف حضرته قناة زاغروس أن مجلس الوزراء الاتحادي يعمل على استثمار الطلبة الموهوبين ليس بزجهم في كليات الطب فقط، وإنما من خلال زجهم في اختصاصات أخرى البلاد بحاجة لها. كانت واحدة من الخطوات المهمة جدا هو كيف نضبط الشباب في مخرجاتنا في سوق العمل. كانت واحدة من القضايا المهمة جدا التي أطلقناها خلال هذا العام والتي طبقناها في 4 جامعات تقنية هي مسار بولونيا الذي يضبط الشباب في مسار بولونيا. بالإضافة إلى ذلك بأنه الآن قضايا مهمة جدا في موضوع المناهج وتحديث المناهج التي ممكن إذا تمت إن شاء الله سوف يكون هناك دور كبير جدا لضبط شبابنا أيضا من جميع الاختصاصات في سوق العمل. هناك أيضا بعض الاختصاصات المهمة جدا التي نطمح لها أن تكون خلال هذه الفترة سوف تطبق في التعليم العالي، من ضمنها موضوع الموهوبين، مدارس الموهوبين التي اليوم كان هناك نقاش في قرار هيئة الله التي سوف نطرحها، بعض المبادرات التي سوف تطرح في مجلس الوزراء، كيف نستفاد من هؤلاء الموهوبين، كيف يكون هناك مشروع لهؤلاء الموهوبين، ليس فقط المجموعة الطبية، هناك اختصاصات مهمة جدا يجب أن يدخل بها الموهوبين من أجل خدمة المسيرة التعليمية في العراق.